مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم اكلتين من بلادنا العربيه شويه. هعمل لكم قليه بندوره او قليه طماطم، وهعمل لكم كمان المفتول الفلسطيني. تعالوا نشوف الاول مقادير قليه البندوره ايه ونبتدي فيها على طول مع بعض. اول حاجه انا عندي 800 جرام طماطم، انا سلقتها تقريبا 10 دقائق وشلت القشر بتاعها. عندي 80 ملي زيت زيتون، عندي فلفلاية خضراء حارة مفرومة، 2 فص ثوم مفروم، عندي 6 فصوص ثوم تانيين متقطعين شرايح، نص معلقة صغيرة نعناع ناشف، 10 جرام صنوبر، 5 جرام أوراق نعناع طازة، 5 جرام بقدونس مفروم خشن، وملح وفلفل اسود. طيب قلاية البندوره دي الفكره فيها كلها ان احنا بنعمل زي تتبيل الطماطم او صوص طماطم، ممكن ناكله جنب حاجات كتير جدا، ممكن ناكله جنب فراخ مشويه، ممكن ناكله جنب زي ما هنعمل النهارده المفتول او الكسكسي الفلسطيني، ممكن تتاكل جنب حاجات كتير جدا، نعمل لحمه ضاني. فالطماطم المقليه دي ممكن تتعمل في حاجات كتير قوي. تعالوا نبتدي فيها على طول مع بعض. هحط الاول زيت الزيتون وهنزل فيه على طول الفلفل الحراق اول حاجه، عشان عايزه زيت الزيتون كله على طول ياخد من طعم الفلفل الحراق، يبقى زيت نفسه سبايسي. هحط بعد كده على طول الطماطم اللي انا سلقتها، ما سلقتهاش قوي يعني، انا حطيتها على نار 10 دقايق بس، يا دوبك شلت القشر بتاعها الجلد بتاعها وبعدين طلعتها من النار. انا عايزه الطماطم طبعا تتهري شويه، فانا شغاله كله على نار عاليه قوي. انا عايزه اهرس بس الطماطم شويه عشان ما تاخدش وقت على النار. هو طبعا كل السر في الصوص ده ريحه الثوم اللي هينزل دلوقتي طبعا مع الفلفل الحراق مع زيت الزيتون، شبه شويه التقليه بتاعتنا. الفرق بس بينها وبين بتاعتنا ان احنا في الاخر بنعمل طشه بالثوم والمكسرات مش بس الثوم. عايزاها تغلي غلوة، وبعد كده هنزل على طول الثوم ونعناع الناشف. على ما الطماطم تبتدي تغلي شوية وتخش في السوا، انا دلوقتي ممكن اعمل معاكم الطشة اللي قلتلكم عليها اللي هنعملها بالثوم مع المكسرات. هحط شوية زيت زيتون وهحط الثوم قبل ما زيت الزيتون يسخن، عشان انا عايزاه ما يتحرقش، انا عايزاه ياخد طعم من زيت الزيتون من غير ما احرق الثوم. هنزل هنا دلوقتي الثوم المفروم وهحط طبعا ملح وفلفل والنعناع الناشف. طبعا ريحه الثوم طلعت على طول مع الفلفل الحراق والنعناع الناشف، كل الحاجات دي ريحتها حلوه قوي مع بعضها. الثوم برضو هنا بتاعي ابتدى يسخن، انا مش عايزاه يتحمر جامد، انا بس عايزاه اول ما يبتدي ياخد يا دوبك يصفر هنزل على طول الصنوبر وحمرهم مع بعض. هحط شويه ملح على الثوم عشان انا مش عايزاه خالص ينزل ميته، عايزاه يتحمص شويه مع الزيت. دلوقتي ممكن انزل له الصنوبر واحد يوم تحميره مع بعض. وبعد ما الصنوبر يتحمص هنزود شويه نعناع اخضر، وهي دي تعتبر الطشه بتاعه قليه البندوره او الطشه اللي هنحطها على الوش في الاخر. انا هسيبهم يكملوا شويه بره النار وهزود دلوقتي النعناع الاخضر فيهم، هينزل درجه الحراره على طول وفي نفس الوقت هياخد من طعم الثوم والصنوبر.
فيها تقليبة وكده. الصلصة بتاعت قليت البندورة جاهزة. الصوص نفسه بتاع الطماطم أول ما يخلص هزود عليه البقدونس وهحط على وشه القلاية دي وكده يبقى خلاص قليت البندورة جاهزة. تعالوا نطلع فاصل على ما الطماطم تجهز ونرجع نعمل مع بعض المفتول. خليكم معايا. ورجعنا لكم من الفاصل. الطماطم خلاص تقريبا قدامها 5 دقايق وتبقى خلاص جاهزه. الصوص بتاعها تقل وانا كمان في الفاصل زودتها البقدونس اللي كان فاضل. تعالوا بقى نبتدي مع بعض نعمل المفتول او الكسكسي بالطريقه الفلسطيني. الكسكسي ده يمكن الفرق بينه وبين الكسكسي العادي ان هو بيبقى حجمه اكبر شويه فبيسموا الطبق ده المفتول. تعالوا نشوف مقاديره ايه ونبتدي فيه على طول مع بعض. طيب الاول هديكم مقادير الفراخ اللي هنحطها على وش الكسكسي. عندنا اول حاجه 4 وراك فراخ بالجلد والعظم. عندنا 2 كبار زيت زيتون. لتتبيله الفراخ 1.5 معلقة كمون ناعم، 1.5 معلقة كزبره جافه ناعمه، 1 معلقة صغيرة قرفه ناعمه، 3/4 معلقة صغيرة كركم، 2 كبار شمر حبوب مجروشه خشن، ملح وفلفل اسود. للمفتول نفسه او للكسكسي عندنا 3 معالق كبيرة زيت زيتون، 2 بصلة متقطعين وجز، 1 معلقة كبيرة صلصه طماطم، 1/2 معلقة صغيرة سكر، 2 جزرة كبيرة متقطعه شرايح، 400 جرام قرع عسل متقشر مكعبات، 240 جرام حمص الشام مسلوق، 8 فصوص ثوم انصاف، 750 جرام مرقة فراخ، 250 جرام كسكسي، 2 كبار عصير ليمون، 5 جرام بقدونس مفروم خشن، وشوية سمسم للوش. طيب تعالوا نبص كده الأول. زي ما قلت لكم الطماطم تقلت جدا والصوص بتاعها تقل قدامها 5 دقايق خلاص ونشيلها من على النار. تعالوا على ما نشيلها من على النار نحمر الفراخ. هندخلها الفرن في التتبيلة دي كلها، هتقعد تقريبا من 30 دقيقة ل 40 دقيقة. طبعا أنا عشان وقت البرنامج كنت من عاملة واحدة ومدخلاها الفرن، هوريها لكم بعد ما طلعت. ودي هندخلها الفرن مع بعض. هحط كل البهارات على الفراخ مع زيت الزيتون والقرفة، كل حاجة، ملح وفلفل، وهضربهم كويس قوي قبل ما احمرها. على ما الفراخ تستوي هنعمل المفتول او الكسكسي، لانه مش هياخد وقت طبعا، الفراخ يمكن هتاخد وقت اطول، فخلينا نتبلها وندخلها الفرن ونعمل مع بعض الكسكسي. وهنزل الفراخ على طول في الوش اللي بالجلد. طبعا لو قدرتوا زي ما قلت لكم قبل كده نتبل من بدري هيكون احلى، والفراخ كمان هيبقى طعمها احلى. زي ما قلت لكم هديها بس وش على النار وبعدين هدخلها الفرن. هيبقى احطها الوش اللي فيه الجلد الاول. طيب على ما الفراخ تخلص تعالوا نغرف البندوره او قليت البندوره بتاعتنا دي. خلاص خلصت قليت الطماطم. نجيب طبق التقديم وهنزل الطماطم فيه. زي ما قلت لكم تبقى حلوه جدا جدا كمان مع مشويات، تبقى حلوه قوي مع لحم ضاني في الفرن مثلا، مش شرط تبقى مع كربوهيدرات. وخلينا نحط كمان التقليه فوقيها كده تكون خلصت. على ما الفراخ تخلص تعالوا نبتدي نعمل الخضار اللي هنحطه في الكسكسي. نحط الاول 1 معلقة زيت زيتون، وطبعا برضو هسخنها جامد. وهبتدي احط الخضار. اول حاجه هتنزل هي البصل، هننزل البصل دلوقتي. نديله تقليبة على النار الأول، عايزاه ياخد لون قبل ما ننزل الصلصة أو بقية الخضار.
تعالوا نبدل هنا عشان نرضي اعلى. الفراخ دي خلاص قربت تخلص. نقلب على الوش التاني مرة كمان. وبعدين هدخلها الفرن. تعالوا ندخل الفراخ الفرن خلاص كده. خدت وش حلو من الجنبين. زي ما قلت لكم هتاخد من 40 دقيقة لخمسة 45 دقيقة تقريبا. على درجة حرارة 180. هندخل دي الفرن مع بعض. زي ما قلت لكم اول حاجة انا عايزة البصل ياخد لون. عشان لما البصل هياخد لون حلو هيدي كمان الخضار اللي هينزل بعده نكهة ولون حلوين قوي. هحط عليه شوية ملح. البصل بتاعي خلاص ابتدى ياخد لون. هنزل عليه دلوقتي معلقة السكر صغيرة. انا حطيت ملح كمان. السكر هيدي نكهة مكرملة حلوة قوي للطبق ده. ودلوقتي كمان ممكن انزل معلقه صلصه. ممكن معلقتين كمان. انا اديت تقليبه للبصل مع معلقه الصلصه ومعلقه السكر. ودلوقتي هبتدي بقى انزل بقيه الخضار. هحط الجزر والقرع والثوم الصحيح. عايز ادي كل ده تقليبه حلوه مع بعضه قبل ما انزل المرقه عشان كلهم ياخدوا من طعم بعض الاول. دلوقتي ممكن انزل فلفل اسود. دايما انتوا عارفين ما نزلتش فلفل اسود في الاول عشان ما يغيرش لون البصل وانا بحمر. هحط دلوقتي الليمون. هيدي مزازه حلوه قوي قوي قوي. يعني ليمونه طازليه كده كبيره. دي تقريبه حلوه للخضار. طبعا الخضار والكسكسي هيستووا وقت اقل بكتير زي ما قلت لكم الفراخ. فدايما تعملوا الفراخ الاول لو هتعملوا الطبق ده. انا خلاص الخضار اول ما يبتدي يخش في استوى هحط عليه الكسكسي. خمس دقايق هيبقى كل حاجه استوت. هحط المرقه. ده هتدوب بس الاول قبل ما انزل الميه السخنه. الخضار تقريبا هياخد 10 دقايق على النار عشان يستوي. وبعديها زي ما قلت لكم الكسكسي خمس دقايق كمان وهيبقى جاهز. الخضار ابتدى كله يطرى. طبعا ريحه السكر مع الصلصه مديه كراميل، يعني ريحه كراميل حلوه قوي مع البصل طبعا مع الخضار كله. تعالوا بقى ننزل ميه سخنه. هزودها شويه عشان انا احط كمان فيها الكسكسي. اول بس ما ياخدوا غلوه هنزل الكسكسي على طول. انا الميه ابتدت تغلي خلاص. مرقه بتاعتي ابتدت تغلي. هنزل دلوقتي على طول الكسكسي. وهسيب الحمص بقى في الاخر لان انا سلقاه فمش هياخد وقت. مش هياخد اكتر من خمس دقايق على النار هيكون كل حاجه استوت خلاص. انا الكسكسي بتاعنا خلاص استوى هو والخضار. تعالوا نغرفه مع بعض. انا ما حطيتش الحمص لسه لان الحمص اتسلق. فتعالوا نحطه دلوقتي هو والبقدونس. هنحط شويه في البقدونس دلوقتي وشويه ايه على الوش. بجد غير ان الوانه حلوه ريحته خطيره. نغرفه مع بعض. هجيب بعد كده الفراخ كمان نحطها على وشه.
زي ما قلت لكم الفراخ خدت لون حلو قوي من البهارات اللي حطيناها على وشها قبل ما نحمرها وقبل ما ندخلها الفرن. عايزه احط شويه كمان سمسم على الوش. واخر حاجه شويه بقدونس. كده طبق المفتول بتاعنا يكون جاهز. عملت لكم النهارده الكسكسي الفلسطيني او المفتول، وعملت لكم قليه البندوره او قليه الطماطم. طبعا عايزاكم تجربوا الاثنين وتقولوا لي رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.